مرحبا واهلا وسهلا فيكم بكل اللي عم يتابعوني، ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن ايامكم واوقاتكم، يعطيكم الف عافيه. وصفتنا لليوم شوربه البصل من ألذ واطيب وافيد الشوربات اللي ممكن نقدمها بالشتاء. بس قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى منكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد. تابعوا معي الفيديو للاخير نشوف طريقه التحضير سوا. في عندي هون معلقه سمنه او فيكم تستخدموا زبده. السمنة بيعطي نكهة كتير طيبة للشوربة، أنا بفضل أستخدم سمنة. بعد ما دابت عندي السمنة في عندي هون 4 حبات كبار من البصل، قطعتهم بهذا الشكل، رح أضيفهم فوق السمنة. رح أبلش أشوح البصل على السمنة حتى أحصل على لون ذهبي. في عندي هون 2 من الثوم قطعتهم بهذا الشكل كمان، الثوم بيعطي كمان نكهة كتير طيبة لهي الشوربة. رح أبلش أحركهم مع بعض حتى أحصل على لون حلو. كمان هون في عندي 2 حبات من الجزر قطعتهم بهذا الشكل، رح أقلبهم كم تقليبة مثل ما واضح عليكم بالفيديو. رح نضيف ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، البهارات حسب الكمية اللي بدكم تعملوها. رح نقلبهم بهذا الشكل. رح نضيف 2 معلقة كبار من الطحين، طبعا الطحين بدي أضيفهم تدريجي، ما رح أحط فرتفعة. أول شي رح أقلبها شوي وأحمص الطحين مع البصل. ضفنا المعلقة الثانية هون كمان. الطحين بيعطي سماكة للشوربة. بعد ما تحمص معي الطحين رح نضيف كاسة كبيرة من الحليب البارد وكاسة كبيرة من الماء البارد، طبعا كمية السوائل حسب السماكة اللي انتو بتحبوها، وممكن تستبدلوا الحليب بكريمة الطبخ. الحليب بيعطي نكهة كتير طيبة للشوربة وبتطلع الشوربة عنا دسمة. رح أضيف كمان مكعب من الماجي أو فيكن تستخدموا بودرة ماجي المتوفر عندكم أو فيكن تستغنوا عنها طاولة. هلا رح أسكر الطنجرة وعايفها تستوي تقريبا على نار متوسطة، بياخد معي تقريبا 10 دقايق لـ15 دقيقة. بعد ما استويت رح أجيب البلندر أو ميكسر، رح أنعم الشوربة بهذا الشكل، طبعا هذا ذوق شخصي واختياري فيكم تستغنوا عنه، أنا بحب الشوربة تكون ناعمة. أي شوربة ممكن نعملها بالشتاء خاصة في أيام البرد، مفيدة كتير وضد الرشح ومن ألذ وأطيب الشوربات. عن جد حبايبي بعد ما جربت هاي الشوربة ما عاد فيني استغني عنها لانه كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. وهيك حبايبي وصفتنا صارت جاهزة ووصلنا لنهاية الفيديو. اذا حبيتوا الفيديو وحبيتوا طريقة التقديم لا تبخلوا علي باللايكات وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وتشاركوا اصدقائكم معكم. وانتظروني دائما بوصفات جديدة، وشكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.